عموما خلينا وصلنا دلوقتي لفقرتنا، فقرة أخبار البيت الكبير. هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن محمد يوسف في ضيافة البيت الكبير. حقق فريق الأهلي لكرة السلة تحت 18 عاما فوزا على الزمالك ب70-56 نقطة في ذهاب ربع نهائي دور المرتبط لكرة السلة. انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك بفارق نقطتين وبنتيجة 32 نقطة مقابل 30، ثم عاد الأحمر في شوط المباراة الثاني وحول التأخر إلى فوز كبير بفارق 16 نقطة. وصلت بعثة فريق الأهلي لكرة اليد رجال برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة إلى القاهرة بعد مشاركتها ببطولة كأس العالم للأندية من المملكة العربية السعودية، وحصد الفريق المركز الخامس بعد تغلبه على الخليج السعودي في آخر مباريات الفريق ببطولة سوبر جلوب. اختتم منتخبنا الوطني للشباب بقيادة مديره الفني وائل رياض تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة الغد أمام نظيره الليبي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة شمال إفريقيا الودية المقامة في تونس. شهد الميران حالة من التركيز والجدية من جانب جميع اللاعبين قبل ضربة البداية في مشوار البطولة. اجتمعت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم المصري برئاسة دكتور عادل موسى وعضوية محمود طغيان ومجدي عطية ومحسن صابر وكريم أنور، كما حضر اللواء حلمي مشهور ممثلا عن مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك لمناقشة عدد من الشكاوى والملفات الخاصة باللاعبين والمدربين لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة. كلف الحكم المساعد الدولي أحمد حسام طه لقيادة مباراة فرنسا وكوريا الجنوبية غدا الأربعاء، وذلك بعد ظهوره المميز في المباراة الأولى بين فنزويلا ونيوزيلندا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا. استمرارا لحملة الإشادات التي يتلقاها نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، انضم هاري ريدناب أحد أساطير التدريب في إنجلترا إلى قائمة المشيدين بالفرعون المصري، خاصة بعد وصفه للاعب بأنه أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ. كما تلقى صلاح الإشادة من توماس فرانك مدرب برينتفورد الإنجليزي الذي وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم بعد المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على فريقه بثلاثية. كشفت تقارير صحفية عن مرشح جديد لخلافة البرتغالي نونو سانتو في تدريب اتحاد جدة السعودي، وذلك بعد إقالة الأخير خلال الأيام الماضية. ذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد تواصلت مع مارسيلو غالارادو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني السابق والذي سيكون الأقرب لخلافة سانتو، سعيا لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالي. تفوق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني على نظيره جود بلينغهام نجم ريال مدريد في قائمة الأكثر حصدا للنقاط لأنديتهم في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، وقاد ليفاندوفسكي مؤخرا الفريق الكتالوني للفوز بهدفين لهدف على ديبورتيفو ألافيس، وأصبح ليفاندوفسكي أكثر لاعب في الليغا يحصد نقاطا لفريقه بأهدافه هذا الموسم. أعلن نادي نابولي الإيطالي عن تعيين والتر ماتزاري مدربا جديدا لفريق الكروي خلفا للمدير الفني رودي غاريسيا الذي غادر الفريق قبل الساعات الماضية بسبب سوء النتائج. وذكر نابولي عبر موقعه الرسمي والتر ماتزاري هو المدرب الجديد لنابولي، مرحبا بعودتك. وسبق لماتزاري أن أمضى 4 سنوات مع نابولي في الفترة من 2009 إلى 2013، حقق معه كأس إيطاليا موسم 2011. كشفت التقارير الصحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي بدأ محاولات للتعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات المقبلة على سبيل الإعارة، واستقر المان يونايتد على عرض الإنجليزي جادون سانشو جناح الفريق للبيع في فترة الانتقالات شهر يناير، وأشاروا إلى أنهم على استعداد لدفع بعض من مراتبه لتسهيل الحصول على إعارته لبقية الموسم.